على حالها لا تزال قضية التوتر العالي في منطقة المنصورية وضواحيها. إصرار وزاري على مد كابلات كهربائية هوائية مقابل إصرار شعبي بمؤازرة سياسية على مد كابلات مطمورة لاعتبارات بيئية وصحية. وبالإضافة إلى السياسيين الذين ثابروا على الحضور منذ بدء الاعتصام، حضر في الساعات الأخيرة رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون الذي التقى بداية أمين عام المدارس الكاثوليكية لينتقل بعدها إلى خيمة الأهالي. بدهم ينجبروا يعملوا مثل ما نحن بدنا، مثل ما أنتم بدكم، مش ما نحن بدنا، حتى يكون في نضمن سلامة المواطنين بالمنطقة. الزارع اللي فيها سكن، فيها ناس، وفيها صحة المواطن، هذه ممنوع أنه يقربوا صوبة ينزلوا تحت الأرض أو ينزلوا معهم تحت الأرض، ما عندنا مشكلة. وإلى عين نجم حضر أيضا رئيس لجنة الصحة النيابية وعضو لجنة الأشغال العامة والنقل. نتابع بلجنة الصحة ولح نتابع بكل اللجان، بلجنة الأشغال لح نتابعها، لأنه لا يجوز سكوت عن هكذا موضوع ممكن يكون يشكل خطر كبير على فئة من المواطنين. الخطوة هلأ هي بيد رئيس الحكومة، وأكيد لجنة الأشغال كمان تخلت عن الموضوع ورفعت إيدها. شو بيبقينا نوع من العمل على الصعيد النيابي، والموضوع منه مسيس. رح أقول لك، أنا نائب عن منطقة الأشرفية وجاي على منطقة المتن، ما عندي أي توجه سياسي من أي نوع كان، ما لي دخل. الأهالي بس بعرفهم وبحبهم، ونحن مع المواطنين ما فينا نطلع منهم. الأهالي بدورهم أصدروا بيانا انتقدوا فيه كلا من وزير الداخلية ورئيس مجلس الإنماء والأعمار بسبب مواقفهم وقراراتهم المتعلقة بهذه القضية، لكنهم في المقابل نوهوا بمواقف وزير الأشغال العامة والنقل الذي دعا إلى الحوار وصولا إلى الحل. هذا كله ترافق مع تأكيد من أهل الاختصاص على خطورة الكابلات الهوائية. ما في غير حال غير أنه يمرق تحت الأرض، ومش بأي شروط، مش بحيالة شروط، يعني مش أي شرطان بده يمدوها، مش بكرة يجوا المتعاهدين ويجيبوا الشرطان الرخيصة. طيب دكتور، إذا وزارة الطاقة على أي معايير يعني تتكل؟ يعني كل واحد بيتسلم موقع مسؤولية بده يضطر، في عنده مسؤوليات تانية بده يمشي أمور أخرى. ويؤكد المعتصمون استمرار تحركاتهم إلى حين تعديل الخطة القائمة حالياً.